الحب قبل الزواج سئلت عنه قبل أسبوع أو أسبوعين ما أدري، لكن المهم سئلت عنه وقلنا لا يجوز هذا الأمر وكذا، فظن البعض أن الزواج باطل وأن العقد غير صحيح. لا، الحب نوعان، في حب عفيف وفي حب غير عفيف. الحب العفيف هو ما يكتمه الإنسان في قلبه ولا يظهره، ولذا قالوا الحب ما منع الكلام الألسنة وألذ شكوى عاشق ما أعلنه الذي لا يعلنه. فالحب إذا كان في القلب هذا حب ما يمنعه شيء أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، وكان يقسم بين نسائه بالعدل صلى الله عليه وسلم، لكن كان يحب عائشة أكثر. فالحب لا يملكه الإنسان، وقد جاء في الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني فيما لا أملك، وهو القلب. فلا ننكر الإنسان الذي يحب، لا حب حب مو بيدك أصلا، لكن احنا نتكلم عن الحب الذي يترتب عليه طلعة مع بعض، هو ما هو زوجها ولا شيء، تطلع معاه تلمسها يلمسها يقبلها تقبله، ثم تقول والله حنا عن علاقة حب، هذا ما هو حب، هذه فاحشة، ليست زنا لكن فاحشة، حرام إن الإنسان يخرج مع امرأة أجنبية يلمسها أو يقبلها أو يكلمها بالغزل أو ينظر إليها وتنظر إليه، هذا كله لا يجوز. هذا الحب الذي يمنع، لأن هذا ليس حبا، هذا فاحشة والعياذ بالله. أما إنسان أحب امرأة فتزوجها هذا شيء طيب ما في بأس، لكن أهم شيء لا يتكلمون قبل الحب قبل الزواج، لا يصير مغازل بينه وبينها. قلنا هذا الذي لا يرضاه الإنسان لأخته ولا لابنته ولا لأمه ولا لعمته ولا لخالته أن أحد يكلمها بهذه الأمور، يقول لها أنا أحبك وكذا، ما يجوز. وكذلك القضية الثانية، لو تم هذا الحب، لو تم، لو واحد أحب واحدة وفرضنا غلطه وتكلم معها وكذا وبعدين تزوج، الله يوفقه خلاص، لكن عليه أن يتوب مما سبق، وهي تتوب مما سبق. الزواج بعد هذا الحب لا يكفر خطيئة المعصية التي قبل الزواج، وهي الحديث الذي دار بينهما أو الخروج مع بعض، أو لا يكفره، عليهما أن يتوب إلى الله، لكن العقد صحيح، الزواج صلى الله عليه وسلم يهدينا ويهديهم سبحانه وتعالى. لكن الشاهد من هذا أن البعض فهم لما قلنا الحب حرام، نقصد الحب الذي يترتب عليه المعاصي، أما الحب المكتوم ما في بأس. وفي حديث بس موضوع مو تصدقون أنتوا عاد الحين، إيه ضعيف جدا، أو موضوع من عشق فكتم فمات فهو شهيد، عرفته؟ هذا حديث باطل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن من عشق وكتم ومات على العشق فهو شهيد. يذكرون عن مجنون ليلى، مجنون ليلى يعني معروف سموه مجنون ليلى يعني من كثر حبه له، لكن حبه كان عفيف، لا عمر لمسها لا عمر قبلها لا عمر كذا، حب عفيف، مع أن الناس كلها تعرف أن هذا يحب ليلى، طيب لكن ما عمر وقع في الفاحشة معها. فيذكرون من شدة حبه لها أنه في يوم من الأيام مر على قوم يصلون، يعني يصلون مو مسجد مكان يصلون، فمر عليهم ما شافهم، وهو راجع نادوه قال تعال تعال، قال نعم، قال ايش سوت فيك ليلى، قال ايش سوت فيك ليلى، قالوا يعني أخذت لبك وأخذت عقلك وأفسدت حياتك، يعني الحين حنا قاعدين نصلي مريت علينا ولا جيت تصلي معانا بكل هذا بس تفكر بليلى؟ فقال والله ما رأيتكم، والله لو كنتم تحبون الله كما أحب ليلى لما رأيتموني، أنا حبي ليلى جعلني ما أشوف، كنت تحبون الله وقاعد تطالعوني، ليش قاعد تطالعون؟ اخشعوا الصلاة. فسكتهم. فالقصد أن الحب هو الحب العفيف، أما غير هذا فلا. نعم، لا كذلك هذا لا يصح، أن النبي يقول لا أرى المتحابين إلا النكاح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا صح أن الواحد إذا حب يتزوج، لكن إذا تزوجت هيتعلق فيها بعد، هي متزوجة بعد يقول أحبها، يعني بعض الناس يقولون هذا ترى الأمر، يقول أدعو الله تبارك أن تطلق عشان أخذها والعياذ بالله، هذا ما يحبها، هذا أناني يحب نفسه، لو كان يحبها يتمنى لها الخير. فالقصد أن الإنسان يتقي الله تبارك في هذه المسألة، والله المستعان.